مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. وحنا نتواجد في منطقة مناشيد سنة 2023 ل 2023، ماشي 1900 ولا 1902 ولا 1903 من القرن الماضي. فحنا كنتواجدوا في سنة 2023 في مدينة الدار البيضاء، لأن ربما هذه الصورة اللي عملنا لها نوار بلون، ديك الصورة القديمة ديال التلفازة اللي كانت بلون طبيعي بيض وكحل، فربما كتبتيقوا بأننا كنتواجدوا في سنة 1900 أو 1830. ما عرفناش ديك الساعة واش كانت مدينة الدار البيضاء ولا لا، ولكن حنا التاريخ كيرجع بينا للوراء. ملي كتشاهد مثلا سوق كيتواجد وفي المحيط ديالو منازل ومواطنين، سوق معمول فقط يعني غير بالبلاستيك وبالميكا وبالعود، في واحد المنطقة اللي تعتبر داخل المجال الحضري لمدينة الدار البيضاء. هاد السوق مثله مثل الأسواق الأسبوعية اللي كتواجد في بعض البوادي، مثلا اللي تكلمنا على منطقة مزاب فكين هناك راس العين، الأربعة العونات، كاين سوق الخميسات، كاين أسواق أسبوعية كيمشيو يتبضعوا منها المواطنين. حنا الآن كنتواجدوا في واحد السوق اللي غير مهيكل، سوق اللي محتاجين هاد التجار أنهم يكونوا استفدوا من محلات تجارية كتلاقي يعني بكرامة المواطنين، لا التجار لا المستهلكين، لأن حتى المستهلك كيلقى راسو داخل السوق. قلت بأن حتى المستهلك كيلقى راسو داخل السوق في الإمكانيات اللي كنتكلموا عليها، ما كاينش داك الإنارة، ما كاينش النظافة، ما كاينش بغينا أسواق كيف كاين في الأسواق الأخرى في مدينة الدار البيضاء، منطقة البرنوسي، عين السبع، المعارف، كتلقى سوق كيدخل التاجر كيفتح المحل ديالو كيلقى الضو، كيلقى الماء، كيلقاه نظيف، حتى المستهلك المواطن ملي كيجي كيدخل فكيلقى واحد السوق كيليق يعني بالأسواق، كيليق بكرامة الإنسان، ماشي سوق عشوائي في منطقة مناشيد اللي ما عرفتش أنا هاد المسؤولين اللي كيسيروها أشنو الدور ديالهم في هاد المنطقة، ما شنو الدور ديالهم في هاد المنطقة تيكونوا أسواق بهذا الشكل، أسواق يعني كلهم غير عود وبلاستيك. المهم هادي كارثة صراحة، لا السلطة المحلية لا رئيس الجماعة لا النواب ديالو، حالة كارثية للأسف. شوف هنا بالليل كتجيت ربما في رمضان، فما نعاودش لكم الصورة اللي كاينة بالليل، طوبات طوبات لاعبين ماتش، طوبات لاعبين ماتش كيجريو، والخطر في الأمر أن هنا كاينين بيوت والأبواب ديالهم مفتوحين على هاد السوق، فتخيل أنت تحل الباب ديالك ويدخلوا لك جوج طوبات للدار، أخرج خرج وخليها لهم. فهذه صورة منطقة مولاي رشيد للأسف، أنا كنعطي فقط الصورة الحقيقية ماشي المزيفة، هذه الصورة الأخيرة اللي كاينة في مولاي رشيد، أسواق عشوائية، أسواق معمولة فقط يعني غير بالعود، عكس الأسواق. كمال حمدي، سهل أن تغير السكن للبدوي لكن صعب أن تغير طريقة عيشي. خويا ما متفقش معاك، لأن هذه ماشي هذا ماشي اختيار، هاد الناس ما اختاروش، هاد الناس جاو لقاو ما لقاوش اللي غادي يصوب لهم السوق، كيتبنى سوق بالياجور بالكرياج ديالو بالضو ديالو بالماء. هاد الناس هاد التجار اللي قلت لهم نعطيكم محل تجاري ما غايقولش لك لا، مكراش، لأنه أصلا عايش هنا في العذاب وخدام في العذاب. راه المسؤولين اللي خاصهم يغيروا وينظموا ويسيروا ما كاينينش. هادشي علاش هاد المنطقة كتلقى فيها دائما الحمير والعشوائي بشكل كثير، فهمتي كيفاش؟ هادي الصورة اللي كاينة ديال منطقة مولاي رشيد اللي ما فيهاش التنمية، ما فيهاش شي حاجة كتبين بأنها منطقة حضارية تنتمي لمدينة الدار البيضاء.
ما كاين والو. فانا غادي نوصل، كنتمنى انني نكون وصلت المعاناة ديال هاد التجار او كذلك حتى المواطنين، لان المسؤولين راه ربما جاوا على قبل شي غرض اخر من غير خدمة المواطنين.